واخد هذه الزينة حقت رمضان، راح أوريكم كل شيء إيش هو. هذا كذا يتولى، شايفين مرة جميل، وحتى الثاني كمان نفس الشيء. الله ما شاء الله، شفتوا؟ يلا وهذا كمان، يلا شوفوا برضو هدورة كمان أشياء كذا صغيرة، وهذا كمان شايفين. دولة كمان تحطوا فيهم البخور، ولا هو شمعة ولا بخور؟ يحطوا فيه شمعة واحدة، أحس شمعة وبخور كله يعني يجي عاد شمعة بخور. وكمان حتى هذول ترى يتولعوا نور، وهذول حنلصقهم في الجدار. وهذا طبعا المعرف لا يتعرف، طبعا هذا المعروف لا يعرف. هذا شكله يختلف عنهم، يتلصق بيناتهم بعد ما اسوي هذا، هذا احطه بيناتهم زي الزينه. يا بنات حنلصقهم كلهم في هذا الجدار. كمان دي الانوار مره متحمس. مره حلوه وكثيره كمان يعني مره. وبس كده يا بنات خلصنا الزينه، مره عجبتني، افكر انه اخليها حتى بعد رمضان. شايفين الله يا بنات الريحة، لا شوف هات. يكون خلصت من تعبئة المعمول لرمضان كده بعد الإفطار كده، نحط القهوة وزي كده يعني. شكل هذولا بنات شوفوا كيف، الله شكلهم ما شاء الله يجنن. طبعا راح احط هنا واحدة، شفتوا كيف الله ما شاء الله في الظلام مرة تضيء. يا بنات شوفوا مسوية كيف، شكل هلال ورمضان كريم وحركات، لو كانت تدور كانت تكسر احنا. المشكلة في هذه ما أدري كيف راح أعلقها، شوفوا شوفوا كيف شكلها. طبعا هذا شلت منه الفحم وحطيت فيه شمعة، حسيت أحلى من الفحم. الفحم نشوف رأي مبخرة ثانية. فالاثنين حطيت فيهم شموع، الثانية كمان برضو حسيت لفني أحطها لانه المكان كله مليناه بالاشياء، فخلاص حطيناه هنا على الجدار. شوفوا ايش حطينا هنا عند الباب، بس والله يا بنات هذه هي كانت الفعاليات حقتنا. جهزنا بيتنا قبل رمضان وسوينا الشعبنا، اخذنا الاشياء القديمة وزي كده يعني التراث، فمرة حبيت كل شيء واتمنى انتم كمان يعجبكم. فلا تنسوا تحطوا لي لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا بقناتي عشان يوصلكم كل جديد.